حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أظهرت حسابات في العراق أن الحكومة صرفت قرابة 65% من الإيرادات لغاية شهر آب الماضي. وقالت وزارة المالية إن حسابات الحكومة أظهرت أن مساهمة النفط في الموازنة العامة ما زالت 96% للشهر الخامس على التوالي، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون إنذارا بالخطر. وبحسب تقرير حسابات الدولة الصادر عن وزارة المالية، فإن إيرادات الدولة بلغت خلال 8 أشهر وحتى شهر آب أكثر من 100 تريليون دينار، فيما لم تشكل الإيرادات غير النفطية أكثر من 4% فقط. انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط في مزاد البنك المركزي في العراق لتصل إلى 17 مليون دولار على إثر تحويلات أرصدة إلى الخارج. وذكر البنك أنه باع خلال مزاده فيما يزيد عن 236 مليون دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مشيرا إلى أن نسبة 92% من هذه المبيعات ذهبت بحسب قوله لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية. قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن انسحاب شركة هانو من مشروع بناء مدينة بسمايا سيكلف العراق أكثر من 700 مليون دولار. وطالبت اللجنة من هيئة الاستثمار تقديم إيضاحات بشأن هذا الملف، مشيرة إلى أن الشركة الكورية قررت التوجه إلى القضاء الدولي للفصل، وهو ما سيكبد العراق خسائر مالية بسبب افتقاره للخبرة والسوابق مع مثل هذه القضايا الخاصة بالقانون الدولي. أعلن البنك المركزي اللبناني أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى أشعار آخر. وأضاف البنك أنه سيستمر في دفع معاشات القطاع العام بالدولار، مشيرا إلى أنه ستستمر سحوبات 400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية. يأتي قرار البنك بعد أن سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن. توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022 و9% في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل اضطراباً كبيراً في جانب العرض للشركات، ولا سيما تلك التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية. ويشدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن العديد من الشركات الأوروبية قيدت بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في قطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.